وانت الحب الابدي انت، وانت الحب الابدي انت، وانت الشوق الابدي انت، انت الشوق الابدي انت، انت الشوق الابدي انت، وانت الشوق الابدي انت. الانسان طاقات كونية بديهة، هذا تعريفك، كأنه أخذت من عندنا، كأنه خدعنا. أصلك، أنا دائما أقول هذا، أصلك أنت طاقات ملائكية، أنت المنظور وأنت الغير منظور. أنزلنا، أسقطنا بمؤامرات كونية كبيرة جدا جدا أخفيت علينا. أنت الذي يسمعني. تعريفك أنت الضوء الأبدي، ما بعد الزمن وما بعد كل المحددات. طاقة النار وطاقة الماء وطاقة الهواء وطاقة المادة والطاقة الكونية. تكون أنت طاقة النار، يعني تغمض عيونك وتعيش وأنت طاقة النار، العناصر الأربعة. تقف أمام نهر، بحر، تبارك هذا النهر، تبارك هذا البحر، وتعيش وأنت طاقة مائية. المرونة. تنظر إلى الهواء وتعيش طاقة الهواء، تقول أنا الهواء، وتحلق، تكون الرياح. تنظر إلى الجبال وتكون أنت الجبال، القوة. هذه العناصر الأربعة تفعيلاتها كأنه أخفيت علينا. وتكون أنت الخالق، أنت الطاقة الضوئية. الطاقة الأبدية، الخالق نسميه الطاقة الضوئية، الطاقة الأبدية. وهذه العناصر الخمسة ترمز لها بالنجمة الخماسية، فتقول أنا طاقة النار، وأنا طاقة الهواء بقوة، وأنا طاقة الماء، وأنا طاقة المادة، وأنا الخالق الأبدي. أخفيت علينا هاي، سحبنا، أسقطنا من مملكات كونية عظيمة، وكذلك أسقطوا معانا. هذه الأحصنة التي تروها، هذه مش حالها الحقيقي، هاي أيضا أسقطت في حقيقتها، تنتمي إلى كواكب عظيمة، إلى مملكات عظيمة. اسم هذه الكواكب كواكب الأحصنة المجنحة، الدلافين أسقطت، الأسود هذه اللي بأفريقيا، هاي مو هذا الحال اللي أنت تعتقد، هذا الأسد بالأرض خطأ كبير جدا، هذه أسقطت. المملكات الأسودية الكونية لو تعيشون فيها لثواني تنصدمون من قمة وروعة حكمتها وقوتها وفكرها الكوني.
لديهم مجتمعات وعوالم الكائنات الكونية الأسودية، أيضا أسقطوا قسم منها، فالأسد الذي تروه، القطط، النمور، هذه أسقطت وجرونا إلى العالم المادي المحدود، البعد الثالث، جابوا الدين، السياسة، روحانيات خاطئة، أغلبها هاي روحانيات خاطئة، دين تعرفوا هذا مليون بالمليون، كله من فوق لتحت دراكونيان، السياسة، الإعلام. وهناك انتبهوا الآن، مسألة التفكير السلبي من أين يأتي؟ هناك ذرات روبوتية موجودة، هذه الذرات الروبوتية عن طريق صنعت بتكنولوجيات كونية، وهذه التكنولوجيات الكونية فيها كلام سلبي، إنه أنت صغير، أنت ما تستطيع أن تنجح، هذا عن طريق الذرات الروبوتية المرتبطة بأجهزة تكنولوجية لدراكونيان والأونوناكي صانعيها، فاكسرها، يجب أن تنتبه. الفكر السلبي هو، لاحظوا، الفكر السلبي، الموت، المرض، هاي كلها نجمعها، هذه أرواح سلبية، اكسرها وقول أنا الانتصار الأبدي، أنا الضوء الأبدي، وانطلق بحياتك واعرف أنت كائن عظيم، هذه حقيقتك، مختوم بروحك وبأنفاسك بذور العظمة وبذور الإبداع وبذور الملوكية، يجب أن تكون هكذا، يجب يجب يجب. نحن أكرر، شبابنا أسقطنا بمؤامرات كونية وزوروا التاريخ علينا. نرجع لحقيقتنا، نعلن نحن ضوء الأكوان، كل واحد معنا، كل واحد يسمعنا، أعلن معي، يقول أنا ضوء الأكوان. يلا أيضا نعلن نحن ضوء الأكوان، قوة أبدية، روح أبدية، وتنكسر كل السلبية. تعيش قوة أبدية، قول معي أرجع لحقيقتي، أنا ضوء الأكوان، أنا قوة الأكوان، روحي روح أبدية، حياتي حياة الضوء الأبدي، بقوة، اعلنوها شبابنا. Thank you.
اصرخ من اعماقك واعلن بقوة انا ضوء الاكوان. انت ضوء الاكوان، انت ضوء الاكوان. انت ضوء الاكوان، انت ضوء الاكوان، انت ضوء روح بديه، انت روح ابديه، انت روح روح ابديه أبدية، روح أبدية، تعيش حياة عظيمة، تعيش حياة عظيمة، روحك أبدية، روحك أبدية. وانت الضوء الأبدي، انت انت الضوء الأبدي، انت وانت الشوق الأبدي، انت انت الشوق الأبدي، انت انت الشوق الأبدي، انت وانت الشوق الأبدي، انت انت الشوق الأبدي، انت انت الشوق الأبدي، انت وانت الحب الأبدي، انت انت الحب الأبدي، انت انت الحب الأبدي، انت وانت الضوء الأبدي، انت انت الفرح الأبدي، انت انت الشوق الأبدي، انت وانت الضوء الأبدي، انت انت الضوء الأبدي، انت انت الضوء الأبدي، انت وانت الضوء الأبدي، انت الأبدي، انت